في المركز الاول الاولمبي، في المركز الثاني الطيران، المركز الثالث العبور، في المركز الرابع والقناه في المركز الخامس، وجزيره الورد في المركز السادس. خامس وسادس كل مجموعه بعد المباراه اللي هتلعب يوم 19 القادم ان شاء الله هيهبط تلقائيا، والرابع هيلعبوا الملحق مع الثالث والرابع في الدوري الممتاز. عملها حلوه قوي من ورا ظهره دولا،